بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.